بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وأحصاها يعني حفظها ووعاها وعمل بمقتضاها. يعني معنى كده إن أنت لو حفظت أسماء الله الحسنى ووعيتها، يعني فهمتها كويس جدا وعملت بمقتضاها، يعني عشت حياتك بآثار وأثر أسماء الله الحسنى، إن شاء الله هتجب لك الجنة. أول اسم هبدأ بيه هو اسم الرحمن الرحيم، وهو أول اسم تقريبا إحنا بنقرأه وبنقوله في كل حركة إحنا بنعملها في حياتنا. كل ما تدخل تتوضأ، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما تيجي تاكل، بسم الله الرحمن الرحيم. أي فعل في الغالب بتيجي تعمله يستحب إن أنت تبدأ بالبسملة وتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه الرحمن ويعني إيه الرحيم، وإيه الفرق بين الرحمن والرحيم، وليه ربنا سبحانه وتعالى قرن دايما اسم الرحمن باسم الرحيم؟ الرحمن الرحيم هو الذي يرحم، والرحمة هي مطلق العطاء. يعني لما اجي اقول لك كده انا هديك كل اللي نفسك فيه، هذه هي الرحمة، هذه هي عين الرحمة، مطلق العطاء. والرحمن الرحيم هو صاحب الله سبحانه وتعالى، هو صاحب الرحمة المطلقة للخلق جميعا. كل المخلوقات تنال من رحمة الله سبحانه وتعالى. تخيل حتى غير المسلمين، تخيل حتى الكفار، تخيل حتى المشركين، تخيل حتى الحيوانات، الجمادات، كل المخلوقات تنال من رحمة الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ليه بنقول يعني ليه دايما مقترن الرحمن مع الرحيم؟ اقول لك انا، لان الرحمن هي صفة ذاتية للإله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني هي صفة يتصف بها بالذات الإلهية. اما الرحيم فهي صفة افعال، صفة فعلية يتصف بها الله سبحانه وتعالى. فالرحمن صفة يختص بها الإله سبحانه وتعالى، ولكن يرحمنا بالرحيم سبحانه وتعالى. عشان كده لما بنيجي نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ليه ما بنقولش بسم الله الرحمن بس؟ لأن لو قلنا بسم الله الرحمن فقط، وكأن مهابة اسم الرحمن وهذه الصفة العظيمة التي يتصف بها الذات الإلهية ممكن تخوفنا احنا كبشر، انه يا ترى بسم الله الرحمن هل سيرحمنا؟ فيجي بعديها الرحيم، لأن بسم الله الرحمن المتصف بالكمال والجلال والرحمن سبحانه وتعالى هيرحمنا بالرحيم. عرفت الفرق؟ الفرق إن الرحمن صفة ذاتية يتصف بها الإله، أما الرحيم فهي صفة فعلية هي اللي هتتنزل علينا احنا الرحمة من اسم الله الرحيم سبحانه وتعالى. ربنا لما بنيجي نفكر في تعاملنا مع الملك سبحانه وتعالى، لما ربنا يقول ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، كل شيء يا رب. عشان كده بعض الصالحين كان يقول لك يا رب ارحمنا فنحن شيء. عمر بن عبد العزيز كان يقول يا رب ان لم اكن اهلا لرحمتك فان رحمتك اهلا لان تصيبني. يا رب يا من رحمتك وسعت كل شيء ارحمني فانا شيء. فاحنا يا اخوانا لا ملاذ لينا ولا مخرج من هذه الدنيا الا ان احنا نتشعبط كده في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. احنا للأسف كتير بنتعامل مع الدين ومع الملك سبحانه وتعالى بنتعامل بالحسنة. يعني انا عملت 10 حسنات وعملت 7 سيئات، نطرح 7 من 10 يبقى انا ليا 3 حسنات، عملت 20 سيئة وعملت 17 حسنة يبقى انا عليا 3 سيئات. التعامل مع الملك ما بيبقاش بالطريقة دي، التعامل مع الرحمن الرحيم مش بالطريقة دي. التعامل مع الرحمن الرحيم ان انت بتجتهد على قدر الاستطاعة وعلى قد ما بتقدر، وبتبتعد عن المحرمات على قد ما تقدر، عشان حاجة واحدة بس، عشان تلحق برحمة الله سبحانه وتعالى. الا ان يتغمدني الله برحمته. وده اللي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه للصحابة من بعده رضي الله عنهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقهم ليرحمهم، ولذلك خلقهم أي خلقهم ليرحمهم. ربنا سبحانه وتعالى خلق البشرية مش عشان يعذبها، خلق البشرية ليرحمهم. أمرهم ببعض الأوامر، اللي هيطيعها يدخل الجنة وهيرحمه، اللي هيعصى أمره إلى الله، واللي مش هيطيع ربنا سبحانه وتعالى أمره إلى الله، ربنا الله هيقضي فيه. لكن احنا يا اخوانا هدفنا الوحيد ان احنا نتعلق باسم الله الرحمن الرحيم. طيب تخيلوا ان حتى ابتلاء العبد
الابتلاءات اللي احنا بنقع فيها والمشاكل والمصايب وكورونا والحاجات دي كلها، تخيلوا ان دي رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قد يبتليك رحمة منه. انت ممكن تكون لو عملت العمل الفلاني، لو اتجوزت الجوازة الفلانية، لو سافرت المكان الفلاني، يكون هذا هو عين الابتلاء، فيحرمك ربنا سبحانه وتعالى وانت تبقاش فاهم الحكمة. لكن انت لو استسلمت وسلمت للرحيم، لو استسلمت للرحمن الرحيم، هتؤمن تماما ان كل افعال الله سبحانه وتعالى خير، وان اللي ربنا كتبه علينا ان شاء الله سيؤدي بنا الى الخير. عايز تتصف بقى بمعنى الرحمن الرحيم، علشان بعد كده احنا قلنا حفظها ووعاها وعمل بمقتضاها. عايز تتصف باسم الله الرحيم، لان انت مش هينفع تتصف بصفة الرحمن، لان الرحمن لا يتصف بها البشر. الرحمن احنا قلنا هي صفة ايه؟ ذاتية، يعني مختصة بذات الاله سبحانه وتعالى. علشان كده على مر التاريخ محدش سمى نفسه رحمن الا واحد بس، مسيلمة الكذاب لما سمى نفسه رحمن اليمامة. اما رحيم فهي صفة يشترك فيها البشر، يأخذ منها جزء من البشر. عشان كده البشر بشريتك وانسانيتك متعلقة بالرحمة. فلو انت عندك 70% رحمة يبقى انت 70% انسان. تخيل بقى اللي ما عندوش رحمة خالص يبقى زيرو انسان او 10% انسان. علشان كده عايز تكون رحيم وتتصف بهذه الصفة عشان يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يرحمك، وفي الدنيا يرحمك، وعند مماتك يرحمك، ولما نيجي ان شاء الله يا رب يكتبنا من اهل الجنة يرحمنا. لابد انك تكون رحيم. واقرب الناس انك تكون رحيم معهم الوالدين، ابوك وامك. بلاش ان انت تكون قاسي معهم، بلاش ان انت تكون عنيف في التعامل معهم. خليك رحيم، خليك رحيم في التعامل معهم، خليك رحيم. فالرحمة توجب الحب، الرحمة بتقرب القلوب. عشان كده لو كنت رحيم خليك رحيم مع زوجتك، بلاش ظلم، بلاش جبروت، بلاش ان انت تكون انسان قاسي. خليك رحيم مع اولادك، بلاش غلظة، بلاش قسوة في التعامل، بلاش يعني عذاب في التعامل. خليك رحيم بيهم، خليك رحيم مع الناس اللي شغالة معاك، اللي تحت ايدك كموظفين، خليك رحيم بجيرانك، خليك رحيم بالناس البسيطة اللي شغالة عندك او اللي شغالة معاك، خليك رحيم بأي واحد ماشي في الشارع، خليك رحيم. كل ما قلبك يتصف بهذه الصفة لعلنا ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا يوم القيامة. عارف كده اللي بيسامح عشان ربنا يسامحه، ارحم عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمك. فمن أراد رحمتنا فليرحم عبادي، من أراد رحمتي فليرحم عبادي. فارحم الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمك يوم القيامة. احنا محتاجين نعرف ربنا سبحانه وتعالى، على فكرة محتاجين جدا ان احنا نعرفه. احنا بنتكلم في كل حاجة، نتكلم في الكورة، في العربيات، في السفر، في المعلومات العامة، حتى في الدين. لكن نيجي عند الحتة بتاعت ان احنا نتكلم عن الاله اللي بنعبده، ان احنا نجاوب عن السؤال بتاع من تعبد ده، انا شخصيا عندي مشكلة، انا شخصيا عندي مشكلة. ليه؟ لان فعلا ما وصلتش لمرحلة اني استشعر ان انا اعرف ربنا بجد، ان انا اعرف اللي انا بعبده سبحانه، الاله اللي انا بعبده وبسمع كلامه بجد. علشان كده انا محتاج فعلا، وانا قررت يعني ربنا يعني رمضان ده، ان انا هتفرغ عشان حاجة واحدة بس، اعرف ربنا سبحانه وتعالى. اعرفه بالقرآن بقى، اعرفه بالصلاة، اعرفه باي طريقة تعرفني من هذا الاله، من هذا الرحمن، من هذا الرحيم. كل يوم ان شاء الله كده خاطرة سريعة نتكلم عن اسم من اسماء الله الحسنى في نفس المعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.